عسلامة ومرحبا بكم، رجعت لكم اليوم في روسات جديدة اللي هي بيتزا بالاسكالوب. الحاجة سبيسيال فيها باش نعمل لي زيكستريميتي متاعها تاع البات باش نحشيها بالفخوماج. دونك هوني عندي العجينة متاعي، حضرتها من العشية، عملت فيها الزعتر. دونك نفس العجينة متاع الباغيت فارسي، ما نعرفش كان شفتوا الفيديو، واللي ما شافش الفيديو ينجم يرجع يشوف الروسات متاع البات. زدتها جوست الزعتر، خليتها تخمر، وتوا باش نبدا نخدمها قدامكم. هوني عندي فرماج موتزاريلا، عندي الزيتون، عندي الاسكالوب هوني قليتو في شويه، دبلتو في شويه بصل وشويه شامبينيون، وخليتو لي نشرب الزيت نتاعو بالباهي بالباهي وبريسك طاب. نسيوش هوني، ما ننساوش البلاطو نتاع البيتزا نتاعنا بيان سور. عندنا فلفل، وانا صوص طماط حضرتها كيما صوص عاديه نتاع جوس، قصيت فيها طماطم وزدتها الهروس التونسي نتاعنا اكاها، وحطيت معها البازيليك بيان سور اللي هو الحبق. وباش نبدا توا نخدم لكم في البات. الوغ نبداو على بركه الله. هوني قسمت البات نتاعنا، قسمت على دو، خليت هذيك البيتزا. نجي هوني هذي باش نخدم بها الفرماج فارسي. دونك باش ندوري شيشه فارينه، مش باش نعمل برشا خاطر البات نتاعنا بطبيعتها باش تمشي معانا. دونك نحاول نحلها بالطريقه هذه على البياس. فوالا هذي باش نخليها اكوتي باش نزيد الصوص تاع البيتزا نتاعنا. دونك فوالا كالعادة نعمل شيشة فرينة باش نحل البات نتاع البيتزا نتاعنا. وانتي شنو تحبها؟ تحبها بات فين؟ تحبها بات ايباس؟ نكملو نحلو البات نتاع البيتزا نتاعنا. بون كيما نشوفو هوني البات نتاعنا حضرت، حطيتها في البلاطو نتاعها، حطيت بابي كويسون، و توا باش نخليها ترتاح في الفور، فور مسكر. دونك اونطخ طون هي قاعدة ترتاح، وانا نحل البات باش نحشي فيها الفخوماج. فوالا البات نتاعنا حليناها سي بون. نجيو هوني توا ناخدو الغولو تاع البيتزا، نجيو هوني ناخدو الغولو تاع البيتزا باش ناخدو لو فخوماج هذا، فخوماج بيلو اللي هو هذا. دونك ناخدو لو فخوماج وباش نقصوه على ثنين بالطريقة هذي. بعد ما قصيناه الكل باش نجيو في ليزيكستريميتي تاع البات ابي بخي. فوالا ونحاول ننظمهم بالطريقة هذي من غير ما نخلي اسباس بيناتهم. تا
طريقة هذه، نجي هوني للباط نتاعنا، نجبدوها ونسكر عليها. هلا ورولوها الطريقه هي. دونك نجي توا بالغلو نقص الزيت الكل. هلا نجي هوني توا باش نقص بيناتهم. هلا نحاول باش نسكر باش الفخوماج نتاعنا ما يخرجش. الطريقه هذه. هلا نكملوهم كيكه الكل. بعد نشعلكم. الوغ بعد ما كملت لكم السويبة نتاع الفخوماج نتاعنا باش نبلاسيهم بالطريقه هذه، ما نعملش في تحبوا تعملوهم بالطريقه هذه هلا ولا تعملهم بالعكس. دونك باش نحطوهم بالطريقه هذه. الفرن تاعنا بطبيعتي خدمته وخليته يرتاح. دونك نجي هوني نحط كعبتي الكل. بالطريقه هذه مش باش نخليهم هكا. دونك هنا باش نحاول باش نزين الزيت الكل باش نعملو بالطريقه هذه. باش نحاول نثنيها للداخل الباط نتاعنا. فوالا توا ثنيناها باش نجيو هوني باش ناخدو الصوص طوماط نتاعنا. صوص طوماط اللي حضرناها باش نحاولو نحطوها في الوسط. اللي يحب ينقب البات في الوسط واللي يحبش ينقب. دونك هادي الصوص نتاعنا، مازدتها شي لا ما لا شي، هذا الماء نتاع الطماطم وزدتها طرف الهروس اللي حضرتو. دونك هادي البات نتاعنا. دونك توا باش نجي باش نحط الفخوماج نتاعي، مش باش نحط الكل بيان سور. فوالا ونجي هوني نحط الاسكالوب نتاعي. الاسكالوب مفوح شويه ملح شويه فلفل اكحل، ماذا بيكم تبعدوا على الفحات برشا مش بهين. دونك هذا مفوح شويه ملح شويه فلفل اكحل تشيشه كركم تشيشه كرويه وكذا. هلا نجي هوني باش نزينها بفلفل. دونك الفلفل هذا مش حار برشا. دونك نجم تحط الطوماط سيريز من فوق انتي وشو تحب. انا ما بيرسونيلمون ما نحبش. دونك
نكملو كتر في الفرماج اللي خليناه. فوالا بعد ديك كله فرماج باش يذوب. نجيو هوني عندنا كعبة زيتون باش نزينو بيهم البيتزا نتاعنا. سي فاكولتاتيف الزيتون اللي يحب يحط واللي ما يحبش يحط. دونك عندنا كان الفص الاصفر نتاع العظام. دونك الفص الاصفر نتاع العظام باش زدناه تشيشه حليب وتشيشه خل باش ينحينا ريحة العظام. دونك نحرك بالباهي 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 فوالا. ونجيو هوني ندهنو الاطراف نتاع البيتزا نتاعنا جوست لاطراف فوالا باش تعطينا هاكا اللون الدوريد و اللون العزيز الغالي. هذه البيتزا نتاعنا ما بقى لنا كان نحطوها في الفور نتاعنا ونرجع لكم بعد ما تحضر ان شاء الله. بون بديت نقص فيها ونسيت لي انا ما صورتش الفيديو. دونك هذه البيتزا نتاعنا بعد ما حضرت دونك طابت ريحتها بنينه بنينه ما نحكي لكمش قداش والفرومواج كيفاش خارج. دونك قصيت هذه البيتزا تاعنا نحب نوريها لكم فوالا افيك لو فرماج في لاسيت نتاعنا. واللي يحب يزيد معها هريسة يحب يزيد معها دي صوص قولو حاضره وصحه وبشفاء وبنينه بنينه بنينه على الاخر. وباي باي وان شاء الله في فيديو قادم.